من أين يتم استخراج القواقع؟ من داخل جزر أشجار أكيلاريا كارسنا متواجدة في فيتنام، ويتم تشكيلها بشكل طبيعي. للحصول على قطع قواقع العود نظيفة والعالية الجودة، علينا نمر مرحلة متعددة مؤقتة مرهقة ويدويا كاملا لأجل تقديم أفضل ريحة، وإنه الأكثر مبيعا في معارض دولية متخصصة في العود بخور عضو في العالم. وأيضا قواقع هي أهم أصناف العود مصدرة إلى 6 دول خارجية من خلال موزعين معتمدين ورسميين للحاج عود.